مشاهدينا الكرام، قناة الرافدين كانت قد بثت تقريراً عن جامع الأحمدية في بغداد قبل 6 أشهر من سقوط قبته بسبب الإهمال من قبل ديوان الوقف السني للمساجد الأثرية والتاريخية في العراق. لنشاهد الآن لقطات مصورة قبل نحو 2 أسبوع، أي قبل انهيار القبة، تبين وضع المسجد وعدم اكتراث الجهات المعنية للحال الذي وصل له المسجد قبيل انهيار قبته مؤخراً، فنشاهد. أدينا دورنا في إخطار السلطات الموجودة في العراق عن طريق تقريرنا الذي أخرجناه قبل 6 أشهر عن حال مسجد الأحمدية التاريخي، وكذلك عن وضع المساجد الموجودة في العراق وإهمال الوقف السني برئاسة ما يسمى أو من يسمى عبد اللطيف الهميم. كما تلاحظون انهار هذا المسجد أو قبة المسجد، وكثير من المساجد الموجودة في العراق تعاني الإهمال، تعاني الوضع المتردي، الحال المزري، ولا يوجد انتباه.